أجواء بتجنن، شعور رائع، استقبال كان بجنن من الطلاب، من المعلمين، من المرسيم، من مدير الكلية والبروفيسور محمود خليل، مدير نزيبة ديرني. كوم وكورونا وكان إشي كثير صعب علينا، وبدينا شوي شوي اللي إحنا نتأقلم مع الإشي، وكان بسادو تعلم رياضيات ابتدائي من أول لحتى سادس، كثير موضوع حلو بحبه من صغري، وحبيت إني أكون معلمة رياضيات ويانا، أنا عم بحقق حلمي. والتعليم كلية سخنين كثير مميز، وخاصة في الرياضيات اللي أنا كنت بتجرب كثير بتجنن. مرسيم كثير أقوياء، منهم دكتور رفيق هيبي، دكتور محمد أبو حامد، دكتورة حنان حيدر، وكثير مرتين. الرياضيات هو موضوع صعب عمليا. كثير أنا كثير بحب الرياضيات، شاطر بالرياضيات من صغري، من صف أول أحكي إنه أنا بدي أصير معلمة رياضيات وعم بحقق الحلم أول. طب خلينا نروح على السؤال آخر. بما إنه طلابنا بيستصعبوا بالفعل الرياضيات كثير. في طرق. السبب إنه الطلاب بتعرفش تتعامل كثير مع أو بتحبش الأرقام. يعني بسأل كثير طلاب بالست التجريبية بالتطبيق سنة ثالثة كنت العام، ليه بتحبش الرياضيات؟ بكره الأرقام، بكره إشي اسمه أرقام. بلشت أخليهن يحبب الرياضيات من خلال فعاليات، أدخل عن طريق الحصة فعاليات وألعاب اللي تخلي الطلاب تحب الرياضيات. أول بأول بلشت أنجح أخلي الطلاب اللي بتكره الرياضيات تصير تحبه. أخنرجة أحلامك رح تتوقف على اللقب الأول ولا وين رح تنشي؟ أكيد على اللقب الثاني إن شاء الله. ودكتورة على قدام. أكيد كمان. إن شاء الله. شو بتقول لزميلاتك الطالبات والطلاب اليوم في كل المجتمع العربي مش بس بسخنين؟ بتمنى لكم سنة موفقة ناجحة مثمرة مفعمة بالحياة بالأمل والتفاؤل، دايما يكون عندكم تفاؤل ودايما يكون عندكم خطوة متقدمة لأنه تحقق الأمل. كل فخر إن رجعت أنا لكلية سخنين إن أتعلم فيها. أنا أخذت لقب الأول بسخنين حنوخ ميوحاد، بشتغل بمدرسة إعدادية بعيلبون عند الأستاذ تربية خاصة. أخذ معي وقت أني قررت أني أرجع لمسار اللقب الثاني، بما أنه كان عندي التزاماتي مع أولادي، أعطيتهن الأساس الصح، والحمد لله ربنا أعطاني هاي النعمة أني أنا أقدر أوقف على إجراي اللي أعطي أولادي قديش بقدر لأدمجهن بمجتمع هالقد كبير. اختياري للقب الثاني استشارة، أنا مرقت كمان بالكلية هن حياتك فوتسوت مع الست لينا بدر اللي أعطتني آفاق جدا عالية جدا كبيرة. طبعا توجيه مجموعات أضاءت لإلي كثير أفكار، كثير نقاط بحياتي اللي لازم أنا هيك أفوت فيها أغوص فيها، وحسيت حالي أني أنا بما أني بحياتي طبيعية حلقة وصل ما بين الإشي الشخصي، يعني ما بين أولادي، زوجي، عائلتي، أهلي، إخوتي، أنا دايماً بكون حلقة وصل. وكمان بالشغل كمان أنا حلقة وصل ما بين مربيين لمستشارة لأهل لطلاب. حابة أعكس الإشي كمان بالاستشارة، لأنه هي الأساس فيها أنك تكوني أنت كحلقة وصل اللي بتربط جميع الأطراف، ويكون في إلها عنوان أو توجيه معين. وأنا حبيت أني رجعت اليوم لكلية سخنين بعد 17 سنة غياب. أنا مع الإرادة، مع النضوج الفكري، مع التغيير ومع التجديد، لأنه بدونهن إحنا ما منتقدم ما منتطور، وكل واحد لازم يحط له بصمة بمجتمعنا العربي بالذات تحديداً، لأنه مجتمعنا بحاجة لأمل لمصلحة أولادنا إن يعيشوا بمجتمع راقي ناجح وناجع. فرسالتي هي كونوا أنتوا الأمل. بعد سنتين من الكورونا والتدريس عبر الزوم وعن طريق البعد، وها نلتقي نحن الطاقم الأكاديمي في الكلية والإدارة مع طلابنا، طلاب سنة أولى وطلاب في البي إي دي، برامج البي إي دي، وطلاب الماجستير. بعد دقائق سألتقي معهم اللي هن طلاب اللي بخمس برامج مهمة عندنا في الكلية. نحن نقول لجميع طلابنا كل عام وأنتم بخير، سنة دراسية مثمرة. وحقيقة هناك ارتفاع بعدد الطلاب العرب في اللقب الأول، وهذا شيء جاء بعد
برنامجين من خطتين من الخطط الخماسية عندما وضعناها في مجلس التعليم العالي. هناك ارتفاع في أيضا نسبة الطلاب العرب في اللقب الثاني واللقب الثالث، وهذا يدل على أن مجتمعنا رغم المشاكل والعنف والآفات التي تمر فيها، ولكن يضع التربية والتعليم والتعليم العالي في سلم أولوياته، من أجل ربما نستطيع أن نقول إجراء حراك إيجابي بأبناء مجتمعنا لينخرطوا في سوق العمل ويكونوا البنية الأساسية لتحريك المجتمع إلى مجتمع أفضل اجتماعياً اقتصادياً وعلمياً. احنا نقول لطلابنا الأعزاء كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن تكون هذه السنة مليئة بالمبادرات ومليئة بالإيجابيات والطاقة الإيجابية، ونحن من ورائكم لكل طلب تتوجهوا إليه من أجل أن تكون سنة دراسية مثمرة في الكلية وفي جميع مؤسسات التعليم العالي. سهلا في طلابنا، في خريجينا، أهلا وسهلا في كل فرد بتعلم في هاي الكلية. طبعا في هاي الأجواء المميزة تم افتتاح السنة الدراسية لهذا العام، قبلنا ما يقارب 200 طالب جدد لسنة أولى، بالإضافة للطلاب الموجودين في السنة الثانية وثالثة ورابعة. اليوم بتعلم الكلية ما يقارب 5000 طالب في جميع المسارات، مسار اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسوب، الرياضيات، مسار الممتازين، مسار العلوم، مسار التربية الخاصة، مسار جيل الطفولة. كمان في عنا تم افتتاح 4 مسارات اللقب الثاني لعود سنخي اللي هو استشارات تربوية، لكوت لميدا العصر التعليمي، والتقييم لميدا بعرخاء، وإدارة أطر تربوية اللي هو المعرقات حنوخ. احنا ان شاء الله على يقين انه الكليه راح تتطور اكثر، راح يكون في عندنا القاب اكاديميه اضافيه للسنوات القادمه ان شاء الله. الطلاب اللي وصلوا اليوم، هناك كميه كبيره من منطقه الشمال طبعا لانه بسبب القرب الجغرافي، ولكن ايضا في هناك طلاب من المثلث، في طلاب حتى من القدس، من النقب ومن الجولان. لا شك انه في هناك طلب لمواضيع اضافيه بالاضافه للمواضيع الموجوده، ولكن في هناك طلب كبير على موضوع الحاسوب كيف حكيت، وموضوع الانجليزي والرياضيات، لانه هي مواضيع اساسيه اللي بتعلموها اليوم في المدارس. احنا اليوم بسبب وجود كميات كبيره من المعلمين، فائض معلمين الموجود في السوق، تقدمنا بطلبات للحصول على اعترافات جديده لافتتاح القاب اكاديميه اخرى، مش حتى نفتح المجال لطلابنا ولابنائنا من المجتمع العربي انه يدرسوا لمواضيع اضافيه جديده اللي يمكنهم الانخراط في سلك العمل في المستقبل بصوره سريعه اكثر. احنا بنقول ان هيك وشي كل عام وانتم بخير، احنا قلوبنا، مكاتبنا وكل الاطر مفتوحه لإلن في اي وقت كان، حتى نقدر نجاوب على اي شيء بدنا اياه. احنا موجودين اليوم في كليه سخنين، وعلى امل انه ان شاء الله الكلية هاي تكون جامعة عربية أولى في الوسط العربي. هناك تقدمنا في طلبات لمجلس التعليم العالي لإضافة مواضيع أخرى، وأنا على يقين أن كلية سخنين إن شاء الله ستكون الجامعة العربية الأولى في البلاد. وكما مرة بنهنئ طلابنا، بنهنئ الأهالي، بنقول لكم كل عام وانتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم في رحاب كلية سخنين لتأهيل المعلمين.